يقول: من ادعى رؤية الله عز وجل في المنام في الوقت الحاضر هل يصدق قوله؟ أعلن منهم أن صدقوا ولا كذبوا، ما ندري عنه. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل يعتبر ادعاؤه على أنه ولي من أولياء الله فيستدل بذلك على ولايته؟ ما حد يقول أنا ولي من أولياء الله، ما حد يقول هذا، يعني يدعي لنفسه الولاية، فمش أدراه أنه ولي لله. الله جل وعلا يقول: الذين آمنوا، يقول سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهل الإنسان يزكي نفسه ويقول أنا ولي من أولياء الله؟ ما يزكي نفسه. نعم.